السنه الجايه كده يبقى الفريق اول ما بيفتح السيسي هو رئيس الجمهوريه انا مش هطول عليكم عشان ضيوفنا الكرام يعرفوا يتكلموا بس عايز اقول كلمتين عن الحمله حملتنا هي حمله شعبيه لا تنتمي لاي حزب او فصيل سياسي حملتنا دعمها دعم ذاتي لم تتلقى اي دعم من اي جهه وانا مصر ان انا اقول الكلمتين دول ردا على ما يثار حول الحمله من شائعات عديده بانها تنتمي لجهات امنيه او تتلقى دعم من الخارج او من افراد او شركات. حملتنا بدات مع ثوره 30 يونيو لما خرج الشعب في الشارع عشان يقول كفايه ظلم كفايه خراب كفايه فقر كفايه جهل. الشعب خرج 30 يونيو والحمله في 30 يونيو اتولدت في الشارع في وسط افراد الشارع. فكرنا كان الناس كلها بتفكر وفرحانه بثوره 30 يونيو واحنا كان نظرتنا ايه اللي هيحصل بعد 30 يونيو؟ مين اللي هيجي؟ مين اللي هيمسك البلد؟ هيستولى عليها فصيل اخر، هيستولى عليها شخص انتماء. فاحنا كلنا اجتمعنا وجمعنا ارائنا ولقينا ان مفيش انسب من الفريق اول عبد الفتاح السيسي لقياده مصر في المرحله المقبله. قالوا لنا ليه الفريق عبد الفتاح السيسي؟ قلنا الفريق عبد الفتاح السيسي قدم لمصر ما لم يقدمه اي شخص من قبل. الفريق اول عبد الفتاح السيسي هو زعيم مصر القادم ان شاء الله. الفريق اول عبد الفتاح السيسي حط روحه على كفه وواجه ارهاب دوله بالكامل، مؤسسه ارهابيه. الفريق اول عبد الفتاح السيسي حس بالشعب المصري وحنى عليه وقال تتقطع ايدي لو اتمدت على اي مواطن مصري. قال لنا مش هنام وانتوا خايفين. مش هنام وانتوا خايفين. الجيش المصري كله وراكوا وسلاحنا هو سلاح الشعب المصري. هذه الكلمات افتقدها المواطن المصري من زمن بعيد في رئيس الجمهورية. هذا الرئيس الذي جمع بين زعامة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبين دهاء الرئيس السابق محمد أنور السادات وجمع فوق هذا وذاك حب الشعب المصري لي. هذا الحب الذي افتقدناه ولم نراه منذ 50 عام بين المواطن ورئيسه. وان شاء الله الفريق اول عبد الفتاح السيسي هيكون رئيس جمهورية مصر العربية بإرادة المصريين وحب المصريين ومصلحة المصريين. من بين العقبات اللي قابلت الحملة قالوا لنا ان الفريق مش هيوافق على ان يكون رئيس للجمهورية او يرشح نفسه رئيس للجمهورية. قلنا ان الشعب المصري العظيم اللي قدر في 67 يخلي الزعيم جمال عبد الناصر يعدل عن قرار تنحيه هو نفسه الشعب المصري اللي قدر يشيل محمد حسني مبارك بعد 30 سنة من الحكم وهو برضه الشعب المصري اللي قدر يشيل محمد مرسي وهو رئيس إرهابي متمسك بالسلطة وهو نفسه إن شاء الله الشعب المصري اللي هيقدر يجيب الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. قالوا لنا برضه إن الفريق السيسي قال إن حماية مصر أهم من حكم مصر.
واحنا بنقول لهم جميعا احنا عايزين الفريق السيسي يحمي مصر ويحكم مصر، مش يحميها بس. انا مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده عشان الاساتذه يقدروا يتكلموا، لكن عايز اقول لكم ان احنا قدرنا نجمع 15 مليون توقيع. في خلال المرحلة الأولى من مراحل الحملة اللي هي المفروض 6 أسابيع تنتهي بعد 3 أسابيع. المرحلة الثانية إن شاء الله تستهدف 20 مليون توقيع لتجميع يبقى إجمالي 50 مليون توقيع. هندعو في المرحلة الثانية الشعب المصري للنزول في الشارع في يوم هتحددوا الحملة، وهيتوجه أعضاء المكتب التنفيذي للحملة للفريق السيسي حاملين 30 مليون استمارة، وهيقولوا له دي إرادة الشعب، عايزينك تكون رئيس لجمهورية مصر العربية. وإذا رفض الفريق السيسي سنصعد الأمر بدعوة الشعب للإضراب العام عن انتخابات الرئاسة، وهيكون أول إضراب شعبي عن انتخابات الرئاسة إذا رفض الفريق أول عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه رئيس للجمهورية.